قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستساعد حلفائها رغم استقلاليتها في مجال الطاقة، بعدما ألقت واشنطن باللوم على إيران في هجوم على السعودية أدى إلى خفض الإنتاج العالمي من الخام بنسبة 5%. الهجوم الحوثي بالصواريخ المسيرة على المنشآت النفطية السعودية وما ألحقه من أضرار انعكست سلبا على أسواق النفط العالمية بعد التخوفات من مقدرة السعودية على توفير الكميات المعهودة للأسواق، مخاوف ونفاها بعض المحللين السعوديين. المملكة العربية السعودية تعتبر هي أهم مصدر للنفط على مستوى العالم، ولذلك المملكة العربية السعودية أنا أعتقد بإذن الله لديها القدرة إن شاء الله، ولديها يعني حقيقة الإمكانيات أن تقوم بهذا الأمر، وأنا سبقا قلت لك. في غضون ذلك وإزاء الاتهامات الأمريكية لإيران كمن يقف وراء الهجوم الذي استهدف مصافي النفط السعودية وليس الحوثيين، حثت روسيا الجميع لعدم التسرع في التوصل لاستنتاجات متسرعة بشأن هوية منفذي الهجمات. ندعو جميع الدول في المنطقة وخارجها عدم القيام بخطوات أو استنتاجات متسرعة التي يمكنها أن تزيد الأوضاع سوءا والتمسك بنهج من شأنه أن يساعد في تخفيف التوترات القائمة في المنطقة. في غضون ذلك نفت إيران الرسمية أي ضلوع لها في الهجوم المذكور السبت الماضي ورفضها لكافة الاتهامات الموجهة لها بهذا الشأن، وبخاصة تلك الصادرة عن الولايات المتحدة والتي تعكس استمرار التوجه العدائي ضد إيران. نحن نرفض هذه البيانات والتوقعات. جمهورية إيران الإسلامية أعلنت بوضوح أنها تدعم الشعب اليمني وحقوقه، لكن اتهام إيران كمن يقف وراء هذه الهجمات يتماشى مع السياسة الغاشمة التي اعتمدتها الولايات المتحدة بعد فشلهم. وبين التصريحات الأمريكية الداعمة ومعها البريطانية وبين التهديدات الحوثية باستمرار استهداف مصافي النفط السعودية من خلال الطائرات المسيرة، يبقى التوتر في منطقة الخليج قائما ومعه تقلبات أسواق النفط العالمية. حول هذا الملف انضم إلينا من لندن عبر خدمة سكايب الإعلامي والمحلل السياسي خالد مصطفى. أستاذ خالد، لماذا هذا الإصرار السعودي على أن إيران هي التي تتحمل المسؤولية رغم اعتراف الحوثيين بإطلاق هذه الطائرات المسيرة؟ تركي المالكي يقول بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الطائرات المسيرة لم تخرج من اليمن بل خرجت من إيران. مساء الخير على حضرتك. بالفعل التصريح الرسمي الأول لقيادة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية قالت منذ قليل بأن المعلومات الأولية تؤكد بأن جميع الأسلحة التي استخدمت في هذا الهجوم هي مصدرها إيران، وبعض الخبراء العسكريين الأمريكيين قالوا أن الضربة جاءت من الناحية الغربية والشمال الغربي وهي الأقرب للحدود العراقية الإيرانية، إنما الحوثيين في المنطقة الجنوبية الغربية وهي المتخمة من الجنوب الغربي لمعامل تكرير البترول، وبالتالي كل الأصابع تشير أن الأسلحة مصدرها إيران وأن الضربة مصدرها إيران، وعلى المجتمع الدولي أن يسلك طريقا واضحا ضد النظام الإيراني، لأن إيران ما زالت تستخف بعقول العالم. إيران ما زالت تستمر في الضغط على المملكة العربية السعودية وعلى المجتمع الدولي. إيران تسببت في وقف 5% من صادرات النفط العالمية. السعودية تنتج ما يعادل 10% من الإنتاج العالمي للبترول، ووقف 5,700,000 برميل يوميا هي ضربة للاقتصاد العالمي وضربة لأسواق البترول العالمية. لكن الرئيس الأمريكي ماذا يقصد عندما يقول بأنه سيقدم مساعدات لحلفائه في الشرق الأوسط؟ هل هي مساعدات عسكرية، مساعدات، ما هي طبيعة المساعدات التي يقصدها؟ ربما دونالد ترامب ألمح في حالة تأكد من الجهة التي اعتدت على المملكة العربية السعودية من